السلام عليكم. بس ملحوظة صغيرة، احنا اليوم التاريخ 22/1/2020 المصادف يوم الأربعاء الساعة 1:07 ظهرا. المطر جاي يشوفونه قدامكم، جاي يشوفونه كزخات مطر. الإنسان عنده إذا راد يعيش وراد يكمل حياته يكضه مطر أو يكضه غيم أو يكضه حر أو يكضه بريد. الإنسان قبل كان الإنسان القديم يختلف عن الإنسان الحديث، بس ليجي واحد يصير براسه فيلسوف ويقول الإنسان الحديث يختلف عن الإنسان القديم؟ نفس البشرية، بس شنو الفرق؟ التكنولوجيا اللي اجت قزت عقول البشرية وطغت على جميع قوة البشرية وجردتها من ذاتها وخلت الإنسان يكون ضعيف إلى أبعد الحدود. هسه مثل ما جاي تشوفون أنا جاي للتمرين، جاي أتمرن. هذا منتدى شباب حي الجهاد، جاي تشوفون زخات المطر. أنا ما جيت لا علمود شهادة ولا علمود حزام ولا علمود منصب أو كذا أو كذا، جيت أؤدي واجبي ووظيفتي الرياضية من إحدى الوظائف اللي إحنا نعيشها باليوم. اسمعوا بكلام زين ودققوا الكلام زين وشوفوا شنو أنا أقصد. الإنسان إذا راد يسعي وراد يبني وراد يمشي وراد يسير وراد يكمل حياته، ما تكضى هاي المعوقات، يستحيل. البشرية كانت تعيش بكهوف، كانت تعيش بحالة تعيسة. وشوف هسه بيوت والبشر نايم خامد. وتحياتي لكم.